ما بس بقى انشراح بقى انشراح بس بقى خناتيني 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 ايه ده؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ المفروض كنت اسمع كلام سكسك اختي وما كلش اللي هي الضاني دي قبل ما انام ابدا. لا بس لا مش عادي 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 عادي. نعم لا اله الا الله لا اله الا الله سلام قولا من رب رحيم. انت ايه يا عم؟ انت يا عم ايه يا عم؟ لا اله الا الله يا عم. لا تأذينا ولا أذيك. لا 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 مش لا 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 مش يا سيدي محمد رسول الله. ايه يا عم ما تاكلنيش. والنبي 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 انا لو اكل لحم ضاني هبهدلك والله العظيم. مالك يا يحيى؟ ما تخافش. يحيى مين يا مولانا؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. يحيى راشد. يحيى راشد الدكتور بتاع الجن. ايه يا يحيى؟ يحيى راشد مين يا عم انت؟ بقول لك انا زبزوب ابو الزبازيب زبزوب. ماليش حد اعرفه اسمه يحيى راشد ده خالص يا اسطى والله العظيم. انا عادي بس امورني يا شبح. اعمل لك ايه يعني؟ بس بسم الله عليك يا اسطى لا تاذيني ولا اذيك. يا دي النيل على ده ساحي ساحلني وراه في كل حته. كل شويه يديني كل شويتين يديني على مول غلط. طب ده انت برنس بقى لا مؤاخذه. الله يزعجك. انت مؤاخذه يزعجك. انا هتكل على الله انا يعني. طب ما تقعد تاكل حاجه. طيب يعني اجيب لك شويه ميه نار عظم كلاب اي حاجه اللي تؤمر بيها مولانا. والله لا تسلم يا حبيبي. كل تسلم والله. بخليها مره تانية بخليها مره تانية. والنبي والنبي نعمل معاك الواجب حتى. ده انت جاي من مشوار. سلام. اديك عرفت المطرح يا حبيبي. في رعايه الله اخويا. في رعايه الله. كمال انا ومال الحشيش. مال انا ومال الحشيش. انا ناقص عفريت. لا 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 مش كيف ورا عفريت احمد السما. تعال انشراح. لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا انا احمد حسام في بروفايل جديد على المصطبة. بروفايل النهاردة بكل اختصار عن برنس السينما المصرية. عن ازاي افهم معنى كلمة السهل الممتنع. ازاي باقل مجهود. ازاي باقل الطرق. ازاي باقل حاجة انا ممكن اشوفها قدامي يوصل للتعبير الكامل. كريم محمد عبد العزيز من مواليد 17 اغسطس سنة 75 في الجيزة. والده هو المخرج الكبير محمد عبد العزيز وعمه هو المخرج الكبير برضه عمر عبد العزيز. ده لو ما اتكلمناش عن شقيقات والدته اللي منهم مثلا ممثلة سميرة محسن والكاتبة نوال مصطفى. يعني من الاخر كريم عبد العزيز مولود في بيئة بلاتوهات واستوديوهات وكاميرات. فالموضوع بالنسبة له ده زي بيتنا. الموضوع بالنسبة له ده عادي. ما بيخافش يقف قدام كاميرا ومتعود على ده من صغره. وده اللي خلاه يلتحق بمعهد السينما سنة 94 ويتخرج منه سنة 97 قسم اخراج. وده اللي خلاه يشتغل فترة قصيرة خلينا نقول مساعد مخرج. ولكنه بيقول لنفسه لا انا ممثل. انا مش شايف نفسي غير في التمثيل. وخلينا نتكلم بصراحة. كريم عبد العزيز من وهو طفل لسه عنده 3 سنين ليه كاريزما موجودة قدام الكاميرا. ليه طريقة ليه اسلوب حتى بحركاته وهو طفل ما هوش فاهم حاجة. شفناه مثلا سنة 78 لما طلع كطفل بقولك عنده 3 سنين بس في فيلم البعض يذهب الى المأذون مرتين. وشوف كم من النجوم اللي كانوا موجودين فيه من سمير غانم ونور الشريف وعادل امام ولبلبة وميرفت امين. لا عدد كبير. وشفناه سنة 79 برضو في قاتل ما قتلش حد مع عادل امام. سنة 81 بتشوفه في واحد من الافلام اللي يعني تعتبر من احلى الافلام المصرية اللي هو الفيلم اللي مهما شفته مش هتزهق منه. فيلم المشبوه. تخيل كده انت طالع لسه طفل عندك 6 سنين سنة 81 عندك 6 سنين على يمينك السندريلا وعلى شمالك الزعيم عادل امام. شوفوا دلوقتي هو دلوقتي بيفكر انا ليه ما كنتش كبير وقت ما كنت بمثل معاهم في الفيلم ده.
وظهر برضو في فيلم منزل العائلة المسمومة سنة 86، ولكن الستارت الحقيقية لكريم عبد العزيز كانت سنة 98 لما اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد يطلع في دور ابن أخوها في فيلم امرأة من زمن الحب، ومن هنا بدأت الأدوار تتوالى على كريم عبد العزيز. فهوب بقى تطلع تعمل فيلم في نفس السنة سنة 98 مع الإمبراطور أحمد زكي، وده لما عمل مع الإمبراطور أحمد زكي اضحك صورة تطلع حلوة، برضو كان سنة 98 وهو كان بالنسبة لهم وقتها نجم شاب زيه زي منى زكي. وسنة 99 السنة اللي بعدها على طول بيشارك مع مجموعة من الشباب هم الجيل اللي جاي، هو اللي الناس مستنيين منهم حاجة، زي الراحل علاء ولي الدين وأحمد حلمي وغادة عادل، وكان معهم في الفيلم ده برضو الراحل حسن حسني والراحل دكتور عزت أبو عوف في فيلم عبود على الحدود. وسنة 2000 بيعمل فيلم جنون الحياة مع الفنانة إلهام شاهين، واللي بصراحة أنا أتمنى إن أنا أنسى الفيلم ده، إن أنا يعني مش عايز أفتكره، مش عايز أفتكر كريم عبد العزيز اللي أنا عارفه الممثل التقيل تقيل بجد في دور زي اللي شفته فيه في جنون الحياة، والناس اللي شافت الفيلم ده هتفهمني، واللي ما شافوش ارجع شوفه هتفهم قصدي إيه. بس خلينا نقول كان ممثل لسه في بداية حياته، يعني ما عندوش رفاهية الاختيار. وفي نفس السنة اللي هي سنة 2000 بيعمل فيلم ليه خليتني أحبك. 2001 بقى هي اللي بداية الشغل اللي بجد، وبداية واحد من أجمل دويتو الكوميديا اللي ممكن تكون شفتهم هنا في مصر، كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حط لهم طفلة صغيرة هوب عملنا حرامية في كي جي 2 اللي عمل وقتها ضجة بنت لذينة، وكان محقق إيرادات عالية جدا. وجوم سنة 2003 حبوا يكرروا نفس التجربة هي ولكن باستبدال عنصر الطفل لاختلاف القصة، فحطوا الفنانة حنان ترك مع نفس الدويتو كريم عبد العزيز وماجد الكدواني في حرامية في تايلاند، واللي نجح برضه ولكن مش بنفس درجة نجاح حرامية في كي جي 2 اللي كان أولا وأخيرا جوهر الفيلم هو الطفلة. و2004 بنشوفه في بسيوني عبد السلام بسيوني الباشا تلميذ، الفيلم اللي تقريبا كان بيعدي علينا كده يعني كلنا لازم نشوفه، يعني واللي ما شافوش بيشوفه دلوقت، مفيش قناة افلام ما بتجيبش الفيلم ده، الفيلم ده اللي هو ايه شوفه اكتر من مرة مش هتتضايق. وسنة 2005 بيعمل فيلم يا الله قد ايه الفيلم ده بيسبب لي ضغط عصبي، فيلم جميل متكامل من كل ناحية، دور مميز جدا من كريم عبد العزيز، منى زكي، الراحل طلعت زكريا، انتصار، خالد الصاوي كان مأدي دور أحسن من الرائع بكتير جدا، الفيلم كله كويس، حتى الفنانة إنعام سالوسة اللي ما ظهرتش غير في مشهدين أو ثلاثة، لا الفيلم كله كان متكامل والفيلم كان جميل. بس لما يبقى والدك بيحب الفيلم ده لدرجة إن هو لو اتعاد في اليوم الواحد 6 مرات يشوفه، أنا يعني انا بحب كريم عبد العزيز. وفي نفس السنه بيظهر مع الشق بتاعه او نصه التاني في الكوميديا ماجد الكدواني كضيف شرف في الفيلم بتاعه جاي في السريع. ومن اول 2006 خلينا نقول ان كريم عبد العزيز بدا يمشي بخطى ثابته، بقى عارف هو عايز يعمل ايه، بقى بيفكر بطريقه اكثر احترافيه واكثر نضج، ان هو عارف ان اكتر من فيلم بوم ورا بعض مش هينجحوا، مش هيعملوا اللي انا عايزه، هو فيلم واحد هينجح والباقي لا. فبدا يعمل فيلم جامد وفيلم لايت، فيلم جامد وفيلم لايت، فيلم كده فيه انفجارات وفي انتاج ضخم وفي مشاهد خارجيه كتير وبتاع، وفيلم لايت كده العيله تقعد تتفرج عليه وتضحك. وده لما بدا بفيلم واحد من الناس، الفيلم ده انت مش متخيل انا بحبه ازاي، الفيلم ده عظيم، الفيلم ده يعني حتى منى شلبي ما عملتش فيه حاجه، ما طلعتش بدور كبير ولكنها كانت مؤثره، سليمان عيد الراحل محمود الجندي كان عامل مشهد حلو جدا اللي هو كان بيبكي فيه قدام كريم عبد العزيز، عزه تبعوه في دور الشرير يخرب بيت كده، لا فيلم حلو جدا. وفي نفس السنه بينزل بحاجه لايت، بينزل بفيلم في محطه مصر، الفيلم اللي يعني كلنا بنقعد نتفرج عليه وبنضحك عليه كاننا بنشوفه لاول مره، ولكن ده ما يغفرش غلطه ان انتوا طلعتوا كفر الشيخ ما هي الا غيط وحته ارض وواحد مستولي على الفلاحين وترعه، انت نزلت كفر الشيخ يا جدع انت شفتها؟ ولكن ما علينا، الفيلم عظيم جدا، الفيلم جميل جدا، الفيلم انا ما بزهقش منه وبحب اقعد اتفرج عليه. 2007 بيعمل فيلم خارج عن القانون، حاجه بوم 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 تاني بعد ما كان عامل حاجه لايت في 2006 اللي هي في محطه مصر، فيلم تقريبا نفس الكاست من انعام سالوسة والفنان محمود الجندي ولكن هو ظهر في الاول بس، ويعني بصراحه انا ما زهقتش من الفيلم. يعني حسن حسني يا جماعه حطه في اي فيلم الفيلم بينجح،
هو حسن حسني تميمة حظ النجوم، حط حسن حسني مع اي حد الفيلم بينجح. فانا بصراحة فيلم خارج عن القانون فيلم جميل، قصته كانت مختلفة شوية على فكرة في وقتها وكانت عجباني. ويغيب عننا في 2008 وبينزل 2009 بتتر فيلم غريب اسمه أولاد العم، فاللي هو ايه ده، علم مصر وعلم اسرائيل، ايه يا عم انت ناوي تعمل حاجة بوم بعد حاجة تانية بوم، مش يمكن تخيش وبتاع. بيعمل فيلم بكل بساطة احنا دلوقتي بنحطه جنب مسلسل رأفت الهجان وجنب مسلسل دموع في عيون وقحة بتاع جمعة الشوات. يا جماعة الفيلم وصل لدرجة ان احنا افتكرناه فعلا ملف من ملفات المخابرات. الفيلم فيه كمية عظمة، الفيلم كويس قوي. و2010 بنشوفه كضيف شرف في مسلسل الجماعة، 2011 بيعمل فيلم خلينا نقول فريد من نوعه، فيلم فاصل ونعود. الفيلم ده انا بحبه، والفيلم ده يعني بحب اشوفه، ولو قعدت فترة ما شفتوش لا بحب اروح اجيبه تاني واتفرج عليه. الفيلم جميل، الفيلم فيه اكتر من رسالة، الفيلم يعني بيكلمك عن الفقر شوية، عن الصاحب شوية، بيكلمك عن الطفل، بيكلمك عن اليتم، بيكلمك عن سوء الحظ، بيكلمك كمان عن المرض، عن الناس اللي ممكن تستغل مرضك. الفيلم فيه اكتر من رسالة، وبصراحة الفيلم ده يعني انا مش شايف ان هو كان ممكن يتعمل احسن من كده. 2012 بيعمل مسلسل الهروب وبرضه كان مسلسل مميز جدا. 2014 ارمي اللي في ايدك وتعالى اسمعني. انا مش مقتنع بحاجه اسمها الرعب المصري بصراحه، يعني احنا مش بتوع رعب يا جماعه، احنا ما احنا بنكسر نصرف يا جماعه. احنا تبص تلاقي فيلا واحده متصور فيها مثلا مسلسلين، مثلا رمضان بتاع 2019 كان فيه لوكيشن تصوير واحد موجود في مسلسل رسائل وموجود في مسلسل سك على اخواتك لمجرد ان اللوكيشن شكله حلو. فيعني بصراحه يعني الناس بالشكل ده ما ينفعش ان احنا نعمل رعب، واحنا الرعب عندنا الجن طلع قرينا عليه قران اتحرق، فيعني هنعمل ايه. ولكن بصراحة يعني لما شفت فيلم الفيل الأزرق أنا تنحت. الفيلم يا جماعة بدون مبالغة بمواصفات عالمية، فيلم غريب، فيلم يعني تركيبة كده غريبة، تركيبة أنا مش فاهمها، أنا لحد نص الفيلم ها إيه يعني، مريض نفسي ولا في حاجة بجد. وبصراحة خلينا نقول كلمة حق، فيلم الفيل الأزرق هو بصمة، بصمة هتسجل باسم كريم عبد العزيز في تاريخ السينما المصرية، إن هو اللي عمل الباب للكلام ده. يا جماعة مع احترامي، احنا فين افلام الرعب في مصر؟ فيلم التعويذه انتوا بتهزروا يا جماعه؟ بتهزروا؟ يعني لما كان فنان عادل امام الزعيم عادل امام بيجي على وشه كده نور احمر كده انا خفت بجد؟ مش عارف. فيلم كامب حقيقي بجد؟ جايب واحد لابس لي وش من ابو 5 جنيه اللي بيتباع في عبود ولا بيتباع على العتبه والاسم انه فيلم رعب بجد يا جماعه؟ احنا انت وصل بيكوا الحل بالاستخفاف بدماغنا قوي كده. فيلم الفيل الازرق هو الفيلم اللي يرضيني. فيلم الفيل الازرق شفنا جرافيك، شفنا تصوير، شفنا ادوار، شفنا عظمه تمثيل من خالد الصاوي غير طبيعيه، شفنا عظمه تمثيل من الدكتور يحيى راشد اللي هو كريم عبد العزيز، شفنا نيللي كريم. فيلم عظيم، فيلم عظيم. و2015 بيعمل مسلسل وش تاني، وبصراحه انا كنت في المسلسل ده بقعد اضحك، وكنت اوقات بتاثر، وكنت بتضايق، كنت بتعصب، اللي هو انا هكره حسين فهمي يا جماعه. بس بصراحه المسلسل كان جميل قوي، المسلسل كان يعني دمه خفيف، يعني بالرغم ان هو اوقات كان بيقلب تراجيدي جامد قوي واكشن، بس انا كنت بحب المسلسل ده. و2017 بنشوف يعني خلينا نقول ده ملف مخابراتي، هو ملف مخابراتي يعني عظيم، يعني انا مش عارف اقول عليه حاجه غير ان هو مسلسل عظيم بجد. ويا جماعه انتوا عارفين نادرا دلوقتي لما تلاقوا حد من الجيل القديم قاعد مع حد من احفاده او ولاده وبيتكلم اللي هو ايه، انتوا شفتوا مسلسلات ما شفتوش، انتوا رأفت الهجان ما شفتوش. انا يعني في ناس كبيره في عيلتي مثلا ابويا وامي وجدي بيقعدوا يتفرجوا على مسلسل الزبق، وخصوصا لما كان بيجي على اللي هي القنوات اللي هي بتجيب المسلسل كل مره واحده، انا جدي بيقعد يشوف مسلسل الزبق كامل. الزبق يعني مصر كلها مستنيه الجزء الثاني منه بقالها 3 سنين، وكل شويه يطلعوا يقولوا فيه مشاكل في الانتاج والانتاج ضخم وهيبقى بيننا وبين مين. يا جماعه انا عايز مسلسل الزبق بقى شكله، يعني انا رايي ان رمضان ده هيبقى مناسب جدا، ولكن بما انه هو كريم عبد العزيز داخل الاختيار 2 فبرضه هنشوف عظمه. و2019 هي القمة من وجهة نظري بالنسبة لكريم عبد العزيز. انت دخلت في 2019 عملين، فيلمين،
الفيلم الاولاني كان فيلم لايت كوميدي خفيف مع غادة عادل، شقك في الكوميديا ماجد الكدواني، فيلم ظريف، بيومي فؤاد عامل دور دم خفيف كده وبتاع، وكان فيه احمد امين في نص الفيلم، كان فيه اكرم حسني. الفيلم ما بطلتش ضحك عليه يا جماعة. الضحك مش ان انا يبقى فيه فيلم كامل مثلا دم ويلطش وجيت في النص كده مثلا اتقلق فيهين تلاتة ونزلت سخسخة وعمال اخبط من الضحك وبتاع زي اغلب اللي بنشوفه من جيل بتاع مسرح مصر. لكن يا جماعة انا متهيألي الفيلم الكوميدي الفيلم اللي كل مشهد فيه لازم اطلع بضحكة، مش شرط ان انا اقعد اخبط وامسك صدري ومش قادر وبتاع من الضحك، بس لازم على الاقل ابتسم. ده اللي بيعمله فيلم نادي الرجال السري، مفيش مشهد واحد بيعدي الا ما بتضحك فيه مرة واثنين وثلاثة. فيلم عظيم واتكرم على الفيلم ده، وبعدين في نفس السنة من قمة الكوميديا لقمة الغموض الفيل الازرق 2. انت هتعمل فيلم جزء تاني لازم حاجة من الاثنين، يا اما يبقى نفس مستوى الفيلم الاول وبكده هتخسر نص جمهور الفيلم، انا شفت نفس اللي انا شفته قبل كده، يا اما يبقى اعلى من الفيلم الاول وده ممكن يسبب رهبة للناس القائمين على العمل نفسه. بص انا مش هقولك ان الفيل الازرق 2 اعلى من الفيل الازرق 1، يعني بصراحة انا ما حسيتش باختلاف كبير في الشخصية، ولكن الاحداث نفسها عجبتني، انا حسيت فيه تطور في الشخصيات، يعني ان يحيى يرجع تاني للقمار ويرجع تاني للسكر والجو ده، نيلي كريمة بتبدأ تتغير، اياد نصار طبعا ظهور خاطف، خلينا نقول خالد الصاوي برضو طلع مشهد واحد او مشهدين بالكتير ولكنه خالد الصاوي يا جماعة. فبصراحة فيلم الفيل الازرق 2 يعني بصراحة من وجهة نظري الفيل الازرق 2 انا شايفه اعظم من الفيل الازرق 1. ليه؟ لان انا من الفان بتوع الفيل الازرق، فانا شفت تطور في شوية شخصيات، انما بقى بالنسبة للقصة والاحداث لا انا مش شايف تغيير، يعني حاجة بوم خد في وشك مفاجأة، يعني ما حسيتهاش ان انت خدت الجن من خالد الصاوي حطيته في هند صبري وموت هند صبري فكده اكيد هو يدخل في حد تاني، فبتجيب لي في اخر مشهد ان هو دخل في يحيى نفسه. بص هي بالنسبه لي صدمه يعني كده بقى، لا يعني انا اتوقع الفيل الازرق 3 اللي اعلن عنه كريم عبد العزيز بالمناسبه مع امير كراره، انا متحمس جدا 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 للجزء الثالث، بس اتمنى ما يبقاش على نفس الوتيره بصراحة، أتمنى ما يبقاش على نفس الوتيرة. ده هو ضريبة نجاح الفيلم، انتوا علتوا سقف الطموح قوي قوي، فأنا يعني أنا مش عارف إيه اللي أعلى من كده بس أنا مستنيه. فالفيل الأزرق ودينا مستنينه بعد الكورونا في كيرة والجن مع أحمد عز، مستنينه في البعض لا يذهب للمأذون مرتين، يعني هو عمل البعض يذهب للمأذون مرتين وهيعمل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، انا مستني، يعني هو اسم الفيلم لوحده قلشة، يعني انا منتظر يا جماعة. وبس بكده نكون خلصنا البروفايل بتاعنا عن البرنس كريم عبد العزيز، انا بحبه جدا بحب عمله جدا، ناجح وبسيط وما بنشوفوش في لقاءات صحفية كتير، بحب الشخصية دي جدا، بحب كريم عبد العزيز، بالتوفيق ربنا معاك. وانتوا يا جماعة لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يجيلكم كل جديد اول باول، وشكرا.